السلام عليكم، كما وعدتكم أعزائي، فهذه هي الحلقة الثانية من التعرف على كيفية استخدام جهاز الأفوميتر أو جهاز الميليمتر. إذا لدينا جهاز سنضع له ريفيو، جهاز ملتيمتر جديد من نوعية جديدة، ليس صيني كالجهاز الذي شرحته في الحلقة الأولى. هذا الجهاز هو جهاز رائع جدا، سنقوم باستكشافه. أولا نقوم بفتح العلبة، كما تلاحظون هذه العلبة ديجيتال ملتيمتر. سنقوم بفتح العلبة. إذا كما تشاهدون لدينا هنا جهاز جديد، جهاز ملتيمتر. سنقوم باستكشاف العلبة. ماذا لدينا هنا؟ لدينا الأسلاك، السلك الكوم، السلك الأحمر كما تشاهدون، سنضعه جانبا، ولدينا هنا جهاز ديجيتال ملتيمتر الجديد كما تشاهدون، هذا هو الجهاز. ولدينا أيضا في العلبة هنا هذا السلك، سأقوم بشرحه الآن. إذا سنضع العلبة جانبا، وهذا هو جهاز الملتيمتر. هكذا سنضعه هنا. إذا جهاز ملتيمتر أوتوموتيف متر، هذا الجهاز هو جهاز احترافي. هذا السلك الخاص به سنقوم بفتحه. هذا السلك أعزائي هو السلك الخاص بالحرارة عند تسخين الجرافيك كارد. إذا كان لديك مشكل في الجرافيك وأردت أن تقوم بتسخينها فتضبط الحرارة وتقوم بالتسخين بجهاز الهوت اير، أو تضعه هنا بهذا الشكل الزائد والناقص هكذا، تدخله هنا وبعدها تقوم بوضع هذا السلك هنا المتواجد هنا أمام الجرافيك كارد وتقوم بالتسخين وتضبط المؤشر إلى الحرارة سيليسيوس. فهذا الجهاز به وضعيات أو به أماكن لقياس بعض العناصر غير متواجدة في الجهاز الصيني. إذا كما قلت لكم فهذه الحلقة ستكون حلقة تطبيقية، سأقوم بالتطبيق إن شاء الله. لن نحتاج إلى هذا السلك الآن لأننا نقوم بتسخين جرافيك كارد. بل سأقوم بقياس بعض المكثفات والمقاومات إلى غير ذلك، وأيضا سنقوم بقياس تيار مستمر. نقوم بوضع السلك الأسود في الكم هنا، ونقوم بوضع السلك الأحمر في الفولت هنا أو الأوم، وعندما نقيس الأمبير هنا أو الميلي أمبير سنضعه هنا. الآن سنقوم بقياس فولتيات تيار مستمر. إذن الآن هذا الزر الباور، سأقوم بتشغيل الجهاز. لقد أعطاني السيليسيوس هنا الحرارة. سأقوم بتحريك المؤشر ناحية التيار المستمر. إذن لدينا هنا بعض العناصر كما تشاهدون، لدينا مكثفات ولدينا مقاومات وأيضا لدينا ترانزستور، ولدينا هنا سلك لنقوم بقياس شورت، عمل شورت. إذن أول شيء سأقوم بإدارة المؤشر إلى ناحية الجرس
كما تشاهدون قياس الجرس، وسأحضر السلك وسنقوم بوضع السالب هنا والموجب هنا، وسنلاحظ بأن الآلة سوف ترن. أظن أنكم تسمعون الصوت. هذا دليل على أن السلك يشتغل، فإذا لم يقوم الجرس بالرنة فهذا يعني أن السلك مقطع. إذا السلك يشتغل. الآن سوف نقوم بتحريك المؤشر إلى فولت التيار المستمر. هذه هي علامة فولت التيار المستمر كما تشاهدون، وهذه العلامة هي فولت التيار المتغير. الآن سنقيس التيار المستمر. لدي بطارية لتريون أيون كما تشاهدون، سنقوم بقياسها. هذه البطارية جهدها 3 فولت مثلا أو 4.5. سأقوم بإعطاء فولت تيار مستمر 20 فولت تحسبا للجهد. إذا وضعت 2 هنا وكانت البطارية 3 فيمكن أن يقع مشكل للآلة أو جهاز الميوتيميتر، لذلك أقوم دائما بوضع المؤشر في الزيادة 20 فولت مثلا. والآن سنقوم بقياس بطاريات الليثريون أيون. هذه البطاريات لديها خط هنا يعني أن هذا هو الموجب وهذا السلك هو السالب. الآن سنقيس البطارية، الموجب في الموجب والسالب في السالب. إذا أعطتنا البطارية 3.63 فولت. سأقوم بتقريب جهاز الميتيمتر لكي تلاحظون دي سي. إذا لاحظتم 3.63 فولت دي سي أي تيار مستمر كما تلاحظون. الآن سوف نقوم بقياس المقاومة. طبعا المقاومة لها ألوان وكل لون يمثل قيمة معينة، فإذا كنت لا تعلم قيمة المقاومة فعليك بالمخطط الخاص بالمقاومات لتعرف كل مقاومة والقيمة الخاصة بها، لأن كل لون لديه قيمة معينة. أنا أعرف قيمة هذه المقاومة فلذلك سأضع المؤشر هنا جهة المقاومة وأقوم بقياس المقاومة. طبعا في قياس المقاومة نقوم بإزالة المقاومة لقياسها قياسا صحيحا، لأن المقاومة لا يمكن قياسها وهي داخل أو مركبة في البوردة على هذا الشكل. سأقوم بضبط المؤشر. إذن المقاومة تصل حتى 5 كيلو أوم. صفر فاصلة ثمانية وتسعون كيلو أوم. هذا هو قياس صحيح لهذه المقاومة. الآن سوف نقوم بقياس فولت التيار المتغير. سأقوم بإدارة المؤشر نحو التيار المتغير. فولت. إذن سأقوم برفع المؤشر إلى 750 تحسبا للقيمة لكي لا يحدث شيء للجهاز. سأترك التيار المتغير في 750 فولت. إذن سوف نذهب لقياس الفولت الذي يخرج من الكهرباء المنزلية. إذن كما قلت عند قياس فولت التيار المتغير فإننا نحط المؤشر في التيار المتغير ونقوم بوضع الأسلاك في الكهرباء لنعرف القيمة الخارجة من الكهرباء. إذا على هذا الشكل
كما تلاحظون 246 فولت AC، تيار متغير.